من جهته أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج رائد في احترام حقوق الإنسان وكرامته وترسيخ العدالة وسيادة القانون كركيزة أساسية في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار حقوقنا مستقبلنا فورا، حيث ثمن وزير الخارجية ما تشهده البلاد من إنجازات حقوقية مشرفة ومستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنظيمية متكاملة. كما أشاد بتميز مملكة البحرين كمثال للتطور السياسي والديمقراطي الذي عكسه الإجماع الوطني على ميثاق العمل الوطني، مشيرا إلى تعزيز سيادة القانون والأطر المؤسسية التي يسهلها التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ونوه بتمتع مملكة البحرين بتشريعات عصرية رائدة على مستوى المنطقة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة وقوانين داعمة لحقوق المرأة. وأشار سعادة الوزير إلى حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المتقدمة إقليميا وعالميا في مجالات التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي. وعبر سعادته عن اعتزازه بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم والذي عزز احترام حقوق الإنسان في الحياة والكرامة والتعليم والصحة والمعرفة، ونوه بمبادرات جلالة الملك المعظم الداعمة للتضامن والأخوة الإنسانية ونشر ثقافة السلام والتسامح بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية ونبذ التطرف والعنف، ودعوة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة.